عندي فطيرة حلوة بالجبنة، عندي دقيق، لبن بودرة، زبادي وخميرة، سكر وملح وزيت ومية للعجين، الحشو بتاع جبنة مع فلفل ألوان مع زيت ومع عجين مية للعجين طبعا، زعتر طازة، حبة البركة أو سمسم، وبيض على الوجه وبيض على الوجه. طب نعمل العجين الأول. طبعا يا جماعة أي عجينة بيبقى فيها خميرة لازم ترتاح. ترتاح قد ايه؟ تاخد مثلا نص ساعة تلت ساعة. طيب نجينا ونريحها. حبة مية ونلف ونشوف ممكن تحتاج تاني او ما تحتاجش. ممكن نعملها كده 10 قطع. 10 قطع. 1 2 3 4 5 كده. هنا حبة الفلفل، ادي الجبنة، وادي الزعتر. عايز هشيها بلحمة مفرومة هشيها، بسطرمة، جبنة، سوجق، أي حاجة على بالك اديها، محدش ليها حاجة عندك.